الكوليرا تطل برأسها من جديد على حضرموت، لكنها هذه المرة مصحوبة بالدفتيريا أو ما يعرف بالمرض الخنق، الذي يسجل حضوره الأول في هذه الرقعة الجغرافية بعد الكشف عن حالات مؤكدة لأشخاص مصابين وفدوا من خارج المحافظة. طبعا جاءت هذه الانذارات بناء على بلاغات من وزارة الصحة اليمنية، وأيضا وصول حالات من محافظة شبوة المجاورة إلى مستشفياتنا في ساحل حضرموت، سواء حالات كوليرا عبارة عن خمس حالات كوليرا أو حالات دفتيريا عبارة عن تقريبا سبع حالات دفتيريا وصلت إلى مستشفياتنا. المخاوف من انتشار الدفتيريا وعودة الكوليرا مرة أخرى إلى حضرموت التي كانت قد أعلنت خالية منه العام الماضي تتعزز بصورة أكثر في المناطق المصنفة صحياً بالمناطق ذات الخطورة، والتي تضم كلاً من مديريات حجر وبرو ميفع والريدة وقصيعر، ليس فقط لكونها محالية لمحافظات سجل الوباء انتشاره فيها، بل أيضاً لأنها تشكو أساساً من ضعف منظومة مياه الشرب النظيفة. أول شيء نحن قبل حوالي ثلاثة أيام نزلنا إلى بروم ميفع منطقة التماس بمنطقة شبوة، لأن الناس الوافدين من شبوة لازم يكون عزلهم في منطقة ميفع، وعملنا مركز علاي في منطقة ميفع. نحاول نعمل في منطقة قصيار أو في مستشفى الشحر، نعمل مركز من الناس الوافدين من المهرة، لأن وصول المرض بيشكل لدينا كثير من المصائب، لأن توجد لدينا مناطق خطرة. التحديات التي يفرضها الوضع الوبائي بالمحافظة دفع بالسلطات إلى التسريع في رفع جاهزية مستشفياتها الرئيسية. نحن قمنا بتعزيز جانب الرصد الوبائي، عملية التحسس، لدينا فرق الاستجابة في كل مديرية، عملنا تعميم لمدراء المستشفيات بأن السياسة العلاجية كل طبيب لازم يفهم إيش الخطوات التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية في عملية المعالجة للحالات. وتشمل خطط الطوارئ الاحترازية التي فعلتها السلطات تشكيل غرف عمليات مشتركة بين الصحة وبقية الجهات الحكومية ذات العلاقة كالمياه والصرف الصحي والنظافة والإصحاح البيئي والأشغال العامة. تكثيف التوعية الصحية لدى المواطنين وإعداد مراكز للعزل في المستشفيات الرئيسية وأخرى للرصد والمعالجة بالمديريات هي أبرز ملامح الخطة التي تعتمد عليها السلطات الصحية في حضرموت في جهودها الوقائية لمنع أي ظهور للأمراض والأوبئة كالكوليرا والدفتيريا.